مع أطلالة الشهر الفضيل انتعشت الأسواق في مدينة بانياس وامتلأت بالبضائع والمنتجات الرمضانية بمشهد عامر بما يشتهي الصائم في شهر الخير والبركة. كاميرا الأخبارية جالت في أسواق المدينة ورصدت آراء المواطنين حول توفير كافة المنتجات وواقع الأسعار. الأجواء هلا صارت أحسن، الأمور طبيعية، الناس صارت تنزل على السوق بشكل أكثر من قبل. أسواق رمضان حلوة الحمد لله، الله يعيد علينا وعليك أن نفرج عن هالبلد يا رب. رمضان هو اسمه رمضان الخير، رمضان كريم، رمضان لازم كل شيء يكون فيه كرم ظاهر، الخير ظاهر، والخير عندنا موجود والحمد لله كثير معبى الدنيا، روح وين ما راحت الخير موجود. مقبولة، في أغلى شوي بس بشكل عام ناسبة مع المواطن حتى الآن منيح. بيميز رمضان الرحمة والرأفة والتعاون بين الناس والمحبة والصدق والاندفاع للوطن، هذا المحبة. رمضان هو رمضان والبركة والرحمة. الحركة كويسة بس أسعار غالية، والله الحقيقة أسعار السوق غالية. كويسة بشكل عام كويسة، أما في غلاء أسعار شوي. حركة كويسة الحمد لله، الحياة كويسة من فضل الله. إرادة الحياة لدى السوريين رغم كل الظروف التي تعيشها البلاد كانت أقوى من كل شيء، وخاصة مع الشهر الفضيل، فقد شكلت أسواق رمضان كالعادة ركناً أساسياً من الأجواء الرمضانية.